سيادة النائبة نجلاء بخوم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، منورانا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. ونحن نتحدث عن التضامن، فنحن نتحدث عن الأسرة المصرية، نتحدث عن تماسكها، وطبعا الحوار الوطني مدي اهتمام بالغ لهذا الشق. إلى أي مدى بتشوفي هذه الملفات على مائدة الحوار؟ وبداية بس أنا بحب أوجه كل الاحترام والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هو فعلا دعا لحوار فعلا رائع، حوار حضاري. وكمان بشكر كمان وبقدم كل التقدير للدكتور ضياء رشوان المنسق العام، وكمان سيادة المستشار محمود فوزي، لأن في الواقع حاجة كده رائعة من التنظيم ومن إرادة الشعب، يعني فعلا حاجة قوية خالص. امبارح أنا كنت في الحوار في العدالة الاجتماعية، وكان تنظيم وكان مدي كل الناس الحرية ان هو فعلا يقدر ان هم يعبروا عن آرائهم. فده معناها ان فعلا مصر بتتغير، ان فعلا في طريق جاد الى الجمهورية الجديدة. ابرز النقط اللي شفتوها وناقشتوها امبارح في مسألة العدالة الاجتماعية كانت ايه؟ هو في الواقع طبعا العدالة الاجتماعية فيها مجموعة من النقاط امبارح طرحت، هي مثلا الأجور والمعاشات، مثلا الإسكان الاجتماعي، مثلا المجال اللي هو الخاص بالعشوائيات. فبالتالي في مجموعة، هو القصة في المجال المجتمعي ان هو متشعب وبيمس قاعدة كبيرة كمان من المجتمع، فكله حاسس بالمشاكل المجتمعية. يعني اتناقشتوا في مسألة القضاء على العشوائيات، تحديدا العشوائيات الخطرة، وانا بعتقد ان دي كانت حاجة من ضمن اكثر مؤرقات المجتمع المصري. فعلا فعلا اتطرحت كذا قضيه، لان احنا امبارح كنا بنسمع في الحوار مع الناس اللي كمان متعدده في الجهات ومتعدده في الكيانات وفي الاحزاب، وكله فعلا طرح قضايا مجتمعيه كبيره، طبعا منها العشوائيات. والعشوائيات احنا على فكره في طريق الى القضاء عليها، يعني احنا طبعا مشينا خطوه كبيره مع فخامه الرئيس على ان هو فعلا للقضاء على العشوائيات، لانها كانت فعلا قضية بتؤرق المجتمع وبتؤرق الحياة المدنية يعني. فبالتالي طبعا مطروحة طبعا للنقاش، وفي بعض النقاط الأساسية اللي هتتاخد في هذا المكان.